أخوة في الدولة. في لقطات تتشابه مع أسوأ الفظائع التي ارتكبها داعش، ذبح مقاتلون ينتمون إلى حركة نور الدين الزنكي طفلا قالت إنه ينتمي لجماعة فلسطينية تقاتل في حلب دعما لنظام الأسد. الخارجية الأمريكية التي بدأت التحقيق في مقتل الطفل هددت على لسان المتحدث باسمها بأنها ستعلق أي مساعدة أو تعامل مع هذه الحركة إذا ثبت تورطها في مقتل الطفل. حركة نور الدين الزنكي التي توصف بالمعتدلة بدورها أدانت ذبح الطفل وقالت إن هذا الانتهاك الإنساني كان خطأ فرديا لا يمثل السياسة العامة للحركة. مدينة حلب التي ذبح في ريفها الشمالي الطفل، 400,000 من سكانها ينتظرون كارثة يرسم ملامحها النظام السوري باستمرار قطع قواته لطريق الكاستيلو الاستراتيجي منعا لإيصال المساعدات لأهالي حلب من مواد غذائية وإغاثية تصلهم من الريفين الشمالي والغربي، إضافة إلى أن الكاستيلو يربط المنطقة بتركيا. حركة أحرار الشام من جهتها أعلنت بدء معركة فك الحصار عن الأحياء الشرقية لحلب عبر تغريدة على تويتر من خلال تحرير عدة نقاط عسكرية في منطقة الملاح شمال حلب. أيضا في حلب المحاصرة 56 مدنيا على الأقل بينهم 11 طفلا قتلوا البارحة عبر قصف جوي يعتقد أنه روسي استهدف قرية التوخار في ريف حلب الشمالي في حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان. طيران روسي، طيران سوري يدعي بالأرهاب، هو ضد، هو الأرهاب كله، هو كل الأرهاب، إذا هو أو الأرهاب جاب إيران، جاب روسيا، جاب كل العالم علينا. المرصد أشار إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع نتيجة وجود جرحى حالاتهم خطيرة. محمد جمال، العربية.